نحن لما الهلال فاز في ياوندي اللي هم اللي احرزوا ضربات الجزاء منه وليد طايشين، حمد ضفع الله، تينجا جاء، لما جاء الهتافات كانت شنو؟ تينجا 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 او تينجا، هلالنا كله زي ده. نعم هتاف شهير كان الى زمن قريب يعني. ايوه نعم. هلالنا كله زي ده. الشارع شوف المظاهرات اللي انت بتشوفها اليوم دي طلعت لما الهلال فاز على كانون ياوندي، على كانون ياوندي. الشارع كله كان بيهتف تينجا 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 او تينجا، هلالنا كله زي ده، ويور يور يا دكتور. كويس. جينا لما جينا الاهلي المصري كانت المباراه النهائيه في الخرطوم. نعم الاهلي المصري كان فيهم منهم في الخرطوم الاولى والريد فان في الظاهره. المباراه الاولى كانت في الخرطوم. الاهلي المصري كان فيهم منهم شوبير، عمالقه، حسام حسن، ابراهيم حسن، علاء ميهوب، طاهر ابزيد، كويس، ربيع ياسين، ايمن شوقي، مختار مختار برضه كان فيه، لا ده الجيل اللي قبله، الخطيب. انت بتتكلم عن اساطير الكره المصريه. نعم ده نحن ما بنقول شنو. الهلال مشكلته بقابل الاسد وغيرنا بقابل الغزال. نعم غيركم ده كان ما تكون قاصد المريخ بس يا الحاط. نعم كويس. نحن قابلنا نحن قابلنا الاهلي، الاهلي المصري، الجيل الذهبي للاهلي المصري للان ما جاء جيل زي جيل الخطيب. لاحظ شوبير، حسام حسن، ابراهيم حسن، علاء ميهوب، انت بتتكلم عن طاهر ابزيد، اساطير. نعم ايوه. مصطفى يونس شطه مش كان بيلعب برضه بس لا مصطفى يونس، مجد عبد الغني، كويس، ده كان في الاهلي المصري. المباراه انتهت 0-0 في الخرطوم. المصريين طبعا عندهم اسلوب بيعرفوا يجروك، يعني بيعرفوا يطلعوا المباراه ونتيجه المباراه زي ما هم عايزينها، عارفين.